أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ميعاد سلام. مساء الخير اعتدال. مرحبتين بك محمد وأكيد مرحبتين بكل مشاهدينا وين ما كانوا. نبدو حلقتنا ونرحبوا أكيد رحبوا بإكرام شيف إكرام الجمودي. يا مساء الخير. مساء الورد محمد ومساء الفل اعتدال نورتينا أكيد. خليني مس على مشاهدينا يسعد مساكم وين ما كنتوا. فقرة فيتامين اليوم هنحكوا على وجبة السناك فوائدها وأهميتها وحنحضروا حاجة بسيطة جدا هي حكون سناك التمر. طبعا أكيد رحبوا بعبد الرؤوف. إيه شوية كانت بتنسان يعني. لا بالعكس أنا اليوم في ملعبها ديريش انتبه. بالعكس هو الموضوع مرتبط أصلا الفقرة هذه بالرياضة. أكيد نسألوك يعني عبد الرؤوف بعد ما رحبوا بيك علاقة الرياضة بالتمر. قبل أن نجاوبك أنا سعيد جدا بظهوري الأول مع زملائي القدام جدد يعني وخاصة معك أنت يعني كأول مرة محمد القاضي. أهلا وسهلا بك. فبالتأكيد يعني هذا شيء يسعدني ويفرحني هلبة. علاقة الموضوع الإكرام التمر التمر والرياضة بصفة عامة بالتأكيد علاقة وطيدة جدا يعني هما وجهان لعملة واحدة الفيتامينات والبروتينات والهرمونات هذه كلها يعني لابد من وجودها في الرياضة والرياضيين بالتأكيد. أكيد حنرجع لك ونرجع لإكرام حنخلوكم توا أكيد ونبدأ حلقتنا أكيد. لليوم أبرز فقراتنا محمد أكيد ثقافة الادخار في ظل شح السيولة اعتدال حنتكلم عليها اليوم. موضوع مهم جداً. أكيد حنتكلم أيضاً مشاهدينا على ليبي يفوز بجائزة بيبسيكو العالمية لأفضل مدير مبيعات. حلو أتمنى له التوفيق أكيد. وحنتكلم أيضاً على تطبيق سكاي بيطلق ميزة جديدة للهواتف الذكية. هلبا مواضيع تانية ما تكلمناش على توا بس حنخلاها في سياق حلقة اليوم. يلا لحلقتنا ولكن حنبدو ب أكيد نبدو ب الادخار. الادخار أكيد طبعاً ثقافة الادخار اعتدال صعبة في ظل الظروف الحالية. نعم. خلينا مش نشوفوا هالتقرير الأول اللي عداته زميلة إلهام بعدين نرجع من جديد. واجه أغلب الناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود مشكلة عدم القدرة على تقسيم الراتب بشكل يلبي كل احتياجاتهم ويغطي مصروفاتهم بدون إسراف وتبذير، وفي نفس الوقت يمكن توفير جزء منها لتأمين متطلبات المستقبل. وفي ظل ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة يزداد الأمر صعوبة، لذا يرى خبراء الاقتصاد إن الحل الأمثل لتوفير المال يكمن في تقسيم الراتب بشكل منظم ودقيق يجمع ما بين أولويات المصروفات وقيمة النفقات وفق الخطوات التالية: تحديد المصروف اليومي وتوفير ولو دينار أو قرش منه، التركيز على الضروريات والاستغناء عن الكماليات، التقليل من التدخين والأكل خارج المنزل، عدم تبديد الأموال في شراء ما يعرض على الإنترنت أو التلفاز، إنشاء صندوق للتوفير وتحديد الهدف منه، والأهم إدارة المال حسب ما يقول المثل القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. طبعا رجعنا محمد ومشاهدينا ومع فقرة منا وفينا وهالأشياء اللي ممكن نشوفها محمد فعلا منا وفينا. نحن دائما لما تحب تدخر شيء بتحاول تسأل شخص قريب منك وفيك بتسأله ممكن شنو كيف نقدر ندخر كيف في ظل الظروف اللي نشوفها وشح السيولة. كيف حتى الواحد حيدخر هو ممكن المبلغ ما واحد محصل السيولة ففي مكانها أصلا قبل ما واحد متحصل على المبلغ المالي مكانه معروف وين، فكيف احنا أصلا نقدروا في ظل هالظروف هذه واحد يقدر يدخر ويخلي القرش الأسود زي ما نقوله احنا القرش الأبيض اليوم الأسود. طيب وبعيد احنا شوية على ان احنا ممكن الحاجات هذه فعلا نتساءلوا عليها بشكل كبير ولكن دائما ما نلقوا ان في حاجة تهرب مننا شوية او ان احنا مش قادرين ندخره او في أشياء ممكن تطلع فجائية دائما الظروف اللي ممكن تخليك تضطر انك انت تصرف. طيب شو رأيك احنا حنتكلموا عليه هالموضوع أكثر ولكن خلينا نمشي نسأل إكرام بما أن دائما علاقة المطبخ بالبيت لها مصروفها ولها جانب كبير. إكرام لا بس نعرفوا دائما أن فعلا ربة البيت دائما توفر ميزانية معينة للإدخار ولأن أنا كيف بنشري الحاجة هذه بنشري الحلو بروحها والحار بروحها. شوفي هو فكيف علاقة الإدخار؟ الإدخار أنت ممكن تحسي أنه هو أنواع بس كأنك أنت كيف يعني تدبري روحك في الحوش فأوريدي الموضوع هذا يعني تقريبا أعتقد عندنا إحنا النساء أكثر من من الرجال بحكم أن إحنا يعني ننزل السوق ننزل السوبر ماركت نشري مواد غذائية نشري يعني حتى تلاحظي أنا الموضوع تعلمته من ماما طبعا
لما نزل السوق لا هذه الحاجه مش مهمه خلينا ناخذ الاهم وبعدين نرجع الحاجات اللي زي ما نقول احنا الثانويات يعني مش مفروض احنا ناخذها وناخذ الحاجات الرئيسيه. فكان عندنا زي ما نقول احنا كل بدايه شهر عندنا ميزانيه مخصصه مثلا للمواد الغذائيه، ميزانيه مثلا مخصصه ل زي ما نقول احنا مثلا مصاريف نتاع الطلعات او غيرها، يعني كل حاجه تحسيها مقسمه. فنشوف في الموضوع انه هو ضروري ما يكون في تنظيم يعني في كل بدايه شهر او كل حوش. اعتقد في موضوع انه هو زي ما نقول احنا منظمين مثلا احنا عندنا اسبوع مثلا خلينا ندواتي على المطبخ مثلا المواد الغذائيه، ممكن الخضره احنا ما نقدرش نشروها مثلا في ناس شريفاها كل يوم، بس نشوف في موضوع غلط يعني خلينا ناخذها كل اسبوع. في اشياء تقدري يعني تاخذيها وتوفري، فما فيش داعي نوفر ناخذها بكميه وتكون اقل مثلا تكفي لي مده اسبوع كامل، افضل من اني كل يوم نشري كيلو زوز كيلو، يعني تحس الموضوع فيه اسراف اكثر يعني. بعيد عن المطبخ خلينا نقول احنا المراه الليبيه اعتدال ان في حتى في شح السيوله وتشكي مرات مع الناس سيوله، بس لما تصير مناسبه تلقي الاثاث جديد تلقي الجلسات فعلا تنسى المصروف. كيف 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 الطريقه السحريه هذه للمراه الليبيه بصفه عامه فجاه يطلع فيه فلوس ودار جلسات مع انها ممكن اسبوع فات او شهر فات كانت تشكي من شح السيوله وما فيش. هو موضوع الشكوى هذا الخلطة الغريبة هذه كيف؟ موضوع ضروري منه، بس نفس الوقت عندنا قدره يعني خياليه جدا في احنا ندخروا كميه من الفلوس بس تطلع امتى ما نبوها احنا. طيب الادخار على حسب الطلبات اللي انا ممكن نبيها، يعني ممكن نبي حاجه حنوفر لها فاكيد. طيب حنخلوك اكرام اكيد حنرجعوا لك حنمشوا لي ضيفنا. طبعا ينضم لنا هاتفيا اكيد السيد عبد الحميد فضيل، هو طبعا استاذ الاقتصاد بجامعه مصرات. نقول لك مساء الخير استاذ عبد الحميد. مرحبتين بك. اهلا وسهلا بك. مساء الخير، تحية طيبة لكم وتحية لكل مشاهدي قناة السلام الفضائية. مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك سيد عبد الحميد. أهمية الادخار في بصفة عامة وشن حتى الهدف من هالثقافة هذه، ثقافة الادخار؟ هو في البداية يعني عندما نتحدث على الادخار فإننا ضمن نتحدث على الاستهلاك، فإذا ما تحدثنا ولو بشكل مبسط الدخل في النهاية هو يقسم إلى قسمين، جزء يذهب إلى الاستهلاك والجزء الآخر يذهب كادخار. وتشير يعني أغلب الدراسات على أن حجم الاستهلاك تقريبا يشكل نعم. وضح أن فقدنا الاتصال مع أستاذ عبد الحميد. طيب أكيد حنعيد الاتصال بي، ولكن دائما في بعض الأسئلة اللي ممكن إحنا أكيد حنطرحوها على الدكتور عبد الحميد اللي ممكن سألنا يعني لما توفي الحديث مع أكرام محمد نشوفه إنه فعلا أنا لما نبي نجمع للحاجة حنجمع لها، فهو نجون يعني نركزه بشكل عام إنه بإيدك تقدر إنك أنت تدخر أو إنك أنت تقدر زي ما إحنا نقوله تصرف زيادة. بس في ظل الظروف اللي نشوفها اليوم والقرش اللي المواطن الليبي ما يحصله إلا خليني ونخليك، فهل الكمية البسيطة من المبلغ مش حتكون كبيرة اعتدال يعني ممكن 400 500 أحيانا 1000 مرات ما تكفيش، كيف من 1000 هذه نقطع جزئية منها ندخرها في ظل الديون اللي أحيانا راكبتني فوق كتافي، في ظل المتطلبات اللي تبها الأسرة من أكل من شرب من ملبس من أحيانا الوقت المدرسة لما يجي، فكيف إحنا المبلغ البسيط هذا اللي قدرنا نحصله كيف نقتصده منه أو ناخده منه جزئية؟ هذا اللي بنعرفها كيف. طيب هو ممكن محمد في بعض الناس اللي زي ما نعرفه مشاهدينا أن في فئة معينة اللي هي تدخر بشكل كبير أن حابة أن هي زي ما نعرفه أن تعرف كيف تقسم، فلما بتجيها الألف لا هي أوريدي عارفة أن مثلا من الراتب 1500 حتاخذ الألف وحتقسمها على متطلبات البيت متطلبات الأسرة. ففي بعض الناس اللي لا فعلا تواجه المشكلة بشكل كبير اللي هي الناس اللي تصرف بشكل كبير. مشاهدينا هذه المشكلة اللي ممكن نعانوا منها، اللي مش عارفة كيف تدخر ومش عارفة كيف أن هي تحاول أن تقتصد بشكل يناسب العائلة. فهذه اتمنى نعرفه، انت طبعا لقينا جواب منك انت فبنعرفه اكثر اكاديميا اكيد طبعا حنشوف الموضوع اكاديميا من الدكتور عبد الحميد. حنمشوا فاصل ونرجع من جديد بعد نرجع تبدوش بعيد.
ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد. أكيد محمد نعتذروا لمشاهدينا عن انقطاع اتصال دكتور عبد الحميد، وأكيد حنحاولوا نتصلوا وإن لم يحدث حناخدوا الموضوع، أكيد حنتطرقوا له في حلقات قادمة. بصراحة أنا كنت حاب الفقرة هذه وكنت حنسأل شخصيا كيف نقدر نسيطر على الصرف، ممكن أنا عندي خلل بسيط صريف هلبة كنت حاب نسأله بس للأسف ممكن حصله حتى خلف الهواء، وأكيد الموضوع هذا حنطرحوه في فقرة ثانية أو حلقة حلقات ثانية باش ناخذ الموضوع ونحكوا فيه باستفاضة أكثر. نعم أكيد حنوه مشاهدين أن تقدروا تواصلوا معنا على صفحات سلام على السوشيال ميديا بشكل عام، إنستغرام وتويتر وفيسبوك. أكيد ضيفونا مقترحاتكم، وإن كان في أي تعليقات أو أي إضافات أكيد حنستقبلوها بكل رحابة صدر. نعم حنمشوا بالضبط، نمشوا لإكرام، حنمشوا لإكرام ونشوفوا مقادير وصفة اليوم اللي هي كلها فيتامينات مع فقرة فيتامين. أكيد محمد وحتيدة أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نوهنا في بداية حلقتنا عن نحن اليوم حنتكلم على وجبة السناك، شن هي أهميتها، ممكن أصلا في ناس ما تعرفش حتى شن هي الوجبة في حد ذاتها، حنعرف بها، حنقول أهميتها وفايدتها علشان نحن ناخده وجبات سناك، وحنقول شن هي الحاجات اللي ممكن نحن نعتمدوها كوجبة سناك. خلينا بس نشوفوا الحاجة اللي حنحضروها، خلينا نشوف مقادير وصفتنا لليوم. حنحضروا بار التمر أو سناك التمر. هنشوف المقادير زي ما طلعت عندكم في الشاشة، عندنا كوبين تمر يكون منزوع النواة، عندنا نص كوب أي نوع مكسرات أنتوا تفضلوا، عندنا ملعقة صغيرة قرفة، 200 جرام شوكولاتة بس تكون نسبة الكاكاو فيها 60%. للتزيين حنستخدموا برضو أي نوع مكسرات، يعني ممكن نفس نوع المكسرات اللي استخدمناها في البار نفسه، وحنستخدم شوي كمية بسيطة من ملح البحر مش الملح العادي. طبعا أكيد اعتداله محمد حنهدرزوا على الموضوع هذا أكثر في الفقرة الجاية، وحنبدأ نفتح دير السناك باش بعدين ناخذ راحتي في النقاط المهمة اللي مفروض أننا نقولها. أكيد بالزبط. طبعاً وحنركز هلبة على الفيتامينز اللي موجودة في السناك أكيد. اليوم إن شاء الله. وهمنا جداً الصورة النهائية اللي طبخت اليوم أكيد إكرام. محمد أكيد حنمشوا محمد مشاهدينا إلى فقرة قراءات واللي راح تكون موجودة كل يوم أحد محمد، ومشاهدينا اللي حنختاروا أو حنختاروا فيها كتاب معين يحاولوا أن الناس تستفيد منه، في ناس ممكن قراتها، في ناس ما قراتهاش، في ناس سمعت عليه، فيعني الناس تحب الكتاب فعلاً هذا وتبحث عليه أكثر يعني. نعم واليوم فريق البرنامج محمد اختار كتاب بعنوان اجتماعياتي. اجتماعياتي بالضبط. نعم. طبعا للمدون هذا الكتاب، طبعا المدون اللي به هشام بومدين، خلينا نشوف ابرز نقاط اللي يحتوي عليها هذا الكتاب، وطبعا نشكره الزميل محمد ارتمي اللي عد هذا التقرير، نشوفه بعدين نرجع مشتيت. تذكرة سفر قراءات تحملنا هذه المرة إلى كتاب بعنوان اجتماعياتي لهشام بومدين ومراجعة رحمة تواتي. هذا الكتاب كان له مذاقه المتفرد ابتداءً من ذلك الإيحاء الذي تعطيه أول الكلمات في بدايته، حيث يخاطبك الكتاب وليس كاتبه ويشد معك الرحال عبر الصفحات بهذا الأسلوب حتى آخره. تنوع المحتوى في الكتاب من مقالات ناقدة بطرحها الجريء لحقائق مجتمعنا التي قد تكون أحياناً مرة إلى حد الوجع، مراً بالقصص القصيرة المحشوة بحلاوة الحكم والعبر، ومن ثم هنا وهناك تنترت خواطر لإشراقات نفسية مضيئة مع استراحات خفيفة بعبارات يبدو أنها مقتبسة من خواطر المدون من حسابه على تويتر، وهي فكرة أخرى مبتكرة تحسب للكاتب والكتاب. حلو محمد أنه هو اجتماعياتي. الكتاب بصراحة يعني أنا ما قريتاش، ولكن من اطلاعي على هالتقرير أنه جميل، في بعض الكتاب اللي تحب تجمع معلومات كبيرة للناس أنه بحيث تستفيد منها، أن فلان كاتب كذا فلان كاتب كذا، فتشوف أنه هي ترسخ المعلومات في ترسخ بالك المعلومة. بعيدا عن أنك أنت ممكن مش عارف من اللي كاتب هذا. فعلا أحيانا حتى لما يعجبك الكتاب هذا وتعرفي أن المدون هذا يرضي في ذوقك اللي تبحث عليه من الكتب ونوعية القراءات ونوعية الكتابات، فديما تبحثي على المدون هذا لأنه حيرضيك تماما، التجميع اللي مجمعها لك حتقنعك، مش حتقولي هذه عجبتني وهذه ما عجبتنيش. طيب أبرز كتاب
أبرز كتاب جريتا. ممكن أبرز كتاب جريتا يعني قاعد في الأربعين صفحة الأولى منه شريته الفترة اللي فاتت اللي هو اللي ما قريتهاش لي ثلاثة أيام تو جرت الضغط. الكتاب بعنوانه كيف أن الواحد يقدر يستفيد من الساعات الأولى من الصبح التنمية البشرية يعني. تقريبا هو ميل التنمية البشرية لأن أصعب شيء زي ما نعرف اعتدال ومشاهدينا أن الساعات الأولى مهمة جدا أهم ساعات في اليوم صحيح. اللي هي ديما مفلوتة بين يدينا. كيف الكتاب هذا بنتعلم منه ونحاول نستفيد منه كيف الواحد يقدر يسيطر على الساعات الأولى في الصبح لأن لو سيطرت عليها تقدر سيطرت على زمام أمرك كله في اليوم كله. جميل فمهم جدا الكتاب ونقول لك أقريه ولو قرأت أنا حنعطيك تقريه يعني استفيدي منه خلاص وعد قدام مشاهدينا كده حناخذه منك ولكن دائما في حاجة حلوة أنه هو دائما في بعض الناس اللي تحب تشوف الصفحة الأخيرة شن فيه ولا تشوف لا 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 في الأول صفحة أنه هو شن فيه شن يحمل هذا الكتاب من 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 معايير من من جوانب من زوايا هو واخدها. فحلو جدا أن في بعض الكتب هيك ولكن حنمشوا ليه شن صار نسألك اعتدال لو أنت فتحت الكتاب كم تقري صفحة معدل كم صفحة لو فتحت الكتاب على حسب المزاج على حسب المزاج في مزاج ممكن حنقرأ ممكن حتى 10 صفحات أو 20 صفحة ممكن حنأخذهم شوية تخيلي أنا اعتدال جدني فترة لو فتحت كتاب الصفحة الأولى مش حنسكر إلا ما سكرت كل الكتاب جميل. خلاص تميته نقعد حتى بالخمس ست ساعات على الكتاب فعادي جدا هذه سنين فاتت بس نتمنى نرجع الموضوع هذا في ضغوطات الشغل أحيانا ما تخليش الواحد غير واحد يقرأ حتى 10 صفحات في اليوم صح. يكفي لأن الموضوع مهم جدا أن الواحد يقرأ وما يكتفيش حتى بالكتب اللي يحملها من الإنترنت وغيرها لأنه مش هتغني على الكتاب اللي بالأوراق لأن الكتاب أو الكلام اللي بتقريه وتكوني لامسة صفحاته حيرسخ أكثر في الذهن وبالعكس مهم جدا اعتدال لما تبدي تاخدي الكتاب نعطيك أسرار مهمة وحلوة وبسيطة يعني حتى وكانت بسيطة مهمة جدا أنك تكتبي في التاريخ اللي بدأتي فيه وتنتهي تحسي أن الكتاب هذا بدأ ينتمي ليك يعني قريتي حتى بعد ما قريتي مش حتلوحي لأن في تاريخ البداية وتاريخ النهاية ولها الاسم وحيكون مهم جدا الكتاب اعتدال حتى لو لما تشري أنت من فلوسك فحيعني لك شيء كبير وننصح حتى المشاهدين ديما يعني المطالعة تكون مهمة مهما كان ضغوط الحياة كبيرة عليهم حتى الكتاب حيأدي دور كبير وحيخفف عليهم ضغوطات الحياة معلومة أكيد هذا طيب احنا حنمشوا ونشوفوا شو صار باختصار حنحاولوا نختصروا للمشاهدين حنمشوا لفقرة شو صار باختصار كالمعتاد في برنامج ميعاد سلام مشاهدينا والبداية محمد بمبادرة أكيد انطلاق مبادرة رائعة من أهالي منطقة غات خصيصا أهالي تونين طبعا المبادرة هذه كانت هي لإعانة النازحين والمضررين من السيول في المدينة فناضوا يطيبوا لهم ويطبخوا لهم وبمالهم الخاص وبجهدهم الخاص اعتدال بدون أي مساعدات خلينا نمشي نشوفه بعدين نرجع انطلقت حملة تطوعية من أهالي غات بالتحديد بمنطقة تونين اللي تنادوا من لحظة وقوع كارثة السيول بالمدينة واللي سببت أضرار كبيرة في بعض المناطق بهمم عالية من شباب المنطقة اللي تطوعوا بجهدهم ومالهم الخاص في إعداد وجبات الغداء والعشاء للعائلات النازحة في المخيمات ومراكز الإيواء حلو اعتدال أن الناس تحس ببعضها يعني ممكن المنطقة هذه في غاد ممكن موصلهاش الضرر ومضررتش بشكل كبير فعاونوا المناطق اللي تضرروا بشكل كبير المبادرة دائما حلوة ولما تكون في أعمال خيرية جميلة جدا يعني إن هي تكون مع الناس وفي نفس الوقت إن لما تفرح شخص أو إنك أنت تبادر بمساعدة شخص شعور جميل جدا إنك أنت حتنسى زي ما يقولوا إحنا دير الخير ولوحة في البحر ولكن حدير الخير وأنت مبسوط إن في ناس قاعد تساعد فيها دائما في الأزمات حلوة المبادرات معنا دائما في بعض الأزمات مشاهدين هي ممكن تكون مزعجة إلى حد ما أن هي أزمة يعني ولكن في الروح الجميلة اللي تطلع روح الجماعة أن هم يكون في مبادرة يصدروا بها أبناء البلد نفسها وأن هم يساعدوا الناس المحتاجة فعلا حنمشوا لحاجه تفرح ايضا خبر جديد خبر جديد وحاجه فعلا تفرح مشاهدينا هي جائزه تحصل عليها الشاب الليبي مصطفى الامير كافضل موظف مبيعات في شركه بيبسيكو العالميه وتحصل على جائزه خاتم الرئيس الشرفي خلينا نمشوا مع بعض ونشوفوا هذا الخبر اعلنت شركه بيبسيكو العالميه في مقر الشركه الرئيسي في بريتشيس بولايه نيويورك اختيار الشاب الليبي مصطفى الأمير كأفضل موظف مبيعات في الشركة ومنح جائزة خاتم الرئيس الشرفي
يتولى الأمير منصب مدير إدارة المبيعات في شركة أفريقيا لتعبئة المشروبات المعبأة الحصري لبيبسي في ليبيا، وتم اختياره لجهود وإسهامات المتميزة في نجاح بيبسيكو من بين 85 ألف مسؤول مبيعات للشركة حول العالم. جائزة الخاتم تعد أعلى جائزة سنوية تمنح من رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو العالمية. حلو جداً 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 إن اللي بيكون وشوف من كم ألف شخص اختاروا، أكيد حيعرضوا في الاحتفال أبرز الأعمال اللي هو تميز بها واللي بجدارة هذه الأعمال تحصل على هذه الجائزة. أكيد فخورين دائماً بأي شخص ليبي ممكن يرفع رأس ليبيا، ونكون مبسوطين حتى وإن إحنا مش عارفين من الشخص هذا. طبعاً هذا الخاتم حسب اللي مقرينا وعرفنا أنه مطبوع لها شركة أو شعار بيبسي بالضبط. مش عارف الخاتم من شيء مصنوع من ذهب من نحاس الله أعلم، ولكن بس هي يكفي حلو أن علامة الشرف بالضبط محمد حلوة جدا يعني، وحي زي ما تقولي يتوج في حفل ضخم جدا. تخيلي ليبي يتوج في حفل ضخم كأفضل مدير مبيعات على مستوى العالم في شركة بيبسي. يعني نرفع لك القبعة وتحية، ونتمنى نسمع هالأخبار تكثر اعتدال أن الليبيين يتميزوا أكثر وأكثر في ظل الظروف اللي نعيشوا فيها. نمشوا خبر تاني طبعاً اعتدال. استقبل ميناء مصراتة سفينة تحمل 3600 سيارة مستوردة من كوريا. نتابعوا تفاصيل الخبر بعد أن نرجع. استقبل ميناء مدينة مصراتة أمس السبت سفينة السيارات سيا هيلانس على متنها 3660 سيارة مستوردة جلها من السوق الكورية، وتعد السفينة الثانية اللي وصلت الميناء خلال 24 ساعة بحسب البيان المنشور من إدارة الميناء. وبحسب بيانات الإدارة فإن باخرة واحدة للسفن دخلت ميناء مصراتة في شهر مايو الماضي وعلى متنها 2644 سيارة مستوردة من السوق الكورية. جميل، نشوف أن في عدد كبير جدا من السيارات، واحنا فاتحين موضوع الادخار اليوم فحنحاول برضه كيف ان احنا نركز على الرقم الكبيره اللي تخش بسياره بالفعل المستعمل. هذه هي برضه ان هو من جانب الادخار ان في ناس ممكن قاعده يعني تحاول ان هي تغير سيارتها دائما فحنرجع اكيد لموضوع السيارات وان تمشي اصلا. يعني اعتقد كل عائله حتى اللي قاعد ما وصلش عمره 18 وما خدش رخصه بده يسوق، فالسيارات هذه مين بيشريها اصلا؟ عموما نرجع لموضوعنا مشاهدينا أكيد ومحمد، ولكن بعد الفاصل حنرجع للدكتور عبد الحميد ونناقش موضوع حلقتنا اليوم. مشاهدينا ورجعنا لكم من جديد محمد، ورجعنا لموضوع حلقتنا لليوم اللي هي منا وفينا. ورجع معنا بس هالمرة عبر الأقمار الصناعية السيد عبد الحميد فضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة. رحبوا بك، أهلا وسهلا بك من جديد دكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا بك من جديد سيد الفاضل، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهديك الكرام. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. لو نسألوك السؤال اللي كان عبر الهاتف من جديد، أهمية ثقافة الادخار والهدف منها سيد عبد الحميد؟ طبعا يعني الأستاذ الفاضل، يعني ثقافة الادخار تكاد تكون معدومة بشكل عام في مجتمعاتنا العربية، ثم نسلط الضوء على المجتمع الليبي تحديدا. فعندما نتحدث على ثقافة الادخار فإننا ضمنا نتحدث على ثقافة الاستهلاك. فيعني عندما تكون هناك ثقافة استهلاكية رشيدة يعني ذلك وجود ادخار. مثل ما ذكرت سابقا أن دخلنا أو مرتبنا هو مقسم إلى جزئين، جزء يذهب كإنفاق استهلاك
استهلاكي والجزء الآخر يذهب كمدخرات. وبالتالي عندما يكون هناك رشد في الاستهلاك يعني أن هناك مدخرات. ومثل ما ذكرت يعني تقريبا 70% من دخول الأفراد على مستوى العالم هي تتوجه نحو الاستهلاك، أما 30% تقريبا في المتوسط فهي تذهب كمدخرات. يعني تختلف هذه النسبة من مجتمع إلى آخر، يعني يتوقف ذلك على ثقافة الأفراد، على المستوى التعليمي، على العادات والتقاليد، على قيمة الدخل بحد ذاته. وبالتالي في المجتمعات العربية للأسف الشديد نجد أن هذه النسبة يعني نسبة الاستهلاك يعني تتجاوز أحيانا 90%، وبالتالي لا توجد ثقافة استهلاك تؤدي إلى وجود مدخرات يمكن الاستعانة بها في مشاريع استثمارية صغيرة على مستوى الأسرة، أيضا يمكن الاستفادة منها في عمليات الطوارئ. يعني أحيانا الإنسان يتعرض إلى بعض المشاكل الاقتصادية الصحية الطارئة، فبالتالي يجد مدخرات يمكن أن يستعين بها في سد أو في تغطية هذه الاحتياجات سواء كانت صحية أو تعليمية. نعم. ولكن على كل الأحوال يعني عندما يعني الأرقام حقيقة هي مخيفة أستاذي الفاضل، إذا ما سلطنا الضوء على المجتمع الليبي تحديدا. يعني عندما نتحدث على وجود مدخرات يعني ذلك أن يعني من المفترض أن يكون حجم الدخل أو المرتب بين قوسين يلبي كافة احتياجاتنا الأساسية حتى يكون هناك مدخرات، ولكن عندما نتحدث على متوسط دخل الفرد في ليبيا تقريبا في حدود 800 دينار، يعني نتحدث على خط فقر، يعني تقريبا 40% من المجتمع الليبي يعيشون تحت خط الفقر. يعني خط مستوى خط الفقر العالمي من ناحية الدخل يعني يفترض أن تقريبا كل فرد يكون متوسط دخله بالدولار 1.90 سنت، يعني تقريبا في المتوسط يكون متوسط دخل الفرد الشهري بالدولار تقريبا 60 طيب. دولار. والآن عندما نعكس هذه الأرقام يعني تقريبا الفرد الليبي حتى يعيش يعني معيشة كريمة يحتاج إلى ضعف المرتب الذي يتقاضاه الآن، فبالتالي هو الوضع صعب في الوقت الحالي. عندما نتحدث على يجب أن تكون هناك مدخرات، أتصور أن في الغالبية العظمى من الليبيين الآن يعني يعيشون تحت خط الفقر، وربما هناك حتى استهلاك بالسالب، يعني هناك اقتراض حتى يلبي احتياجاته الأساسية. ناهيك على عدم وجود ثقافة استهلاك، وبالتالي المشكلة هي مضاعفة. طيب دكتور عبد الحميد، لو خلينا ممكن يعني مع ذكر النسب اللي أنت حضرتك ذكرت بها، ولكن دائما أبرز المواطنين اللي هو يقول لك أنا في عاد يعني هي عادة أنا مش قادر ندخر، فهل إن إحنا بالإمكان إن إحنا نخلو عملية الادخار عادة في حياتنا اليومية بدل ما إن إحنا نشوفوها إن لا إحنا مش قادرين يعني مش قادرين نجمع شيء أو عملية الادخار صعبة شوية على المواطن، فكيف ان احنا نخلوها موجوده في حياتنا بشكل رئيسي زي ما ذكرت حضرتك ان احنا ضروري نقسمه يعني كل متطلباتك واحتياجاتك وايضا مع نسبه الراتب بحد ذاته. هي سيدتي الكريمة دعنا نتحدث وكأننا يعني أن متوسط دخل الفرد الآن في المجتمع الليبي يكفيه لتلبية احتياجاته ويستطيع أن يدخر. ما هي الخطوات التي من الممكن أن تكون موجودة حتى يكون هناك مدخرات؟ حقيقة يعني العامل الرئيسي والمؤثر هي ثقافة الاستهلاك. يعني كيف تكون لدينا ثقافة؟ أتصور أن هذا الموضوع يتمثل في مجموعة من النقاط، لعل أهمها النقطة الأولى هي عملية الندوات والمؤتمرات، أيضا الوسائل الإعلام المختلفة التي تحاول أن تسلط الضوء على هذا الموضوع وتؤكد على أهمية الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك تحديدا حتى يتم وجود مدخرات. النقطة الأخرى وهي تتمثل في يعني رب الأسرة،
تحديدا، سواء نتحدث على الأب أو نتحدث على الأم. يعني يجب الإشارة هنا أو التنويه، يعني أن الإناث حتى الدراسات تشير أن الإناث لديهم نزعة استهلاكية كبيرة يعني تفوق الذكور، وهذه ملاحظة يجب تسليط الضوء عليها أكثر. أيضا يعني يجب غرس هذه المبادئ، يعني ثقافة الاستهلاك عند الأطفال. يعني بالإمكان أني نعطي ابني مثلا مبلغ من المال ونحاول أن نوجهه كيف يستغل هذا المبلغ الاستغلال الأنتو، وكيف يوفر جزء من هذا المبلغ كمدخرات في الأمد المتوسط أو في الأمد البعيد. فبالتالي هي ثقافة يجب أن تغرس في أبنائنا منذ الصغر حقيقة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا العامل الذي يحدد وجود ادخار من عدمه بالإضافة إلى الدخل وبالإضافة إلى الثقافة هي عملية المحاكاة. للأسف الشديد يعني نتيجة عدم وجود وعي، يعني الذي يحرك يعني موضوع الاستهلاك أو النزعة الاستهلاكية لدينا وبالتالي يؤدي إلى عدم وجود مدخرات هي عملية المحاكاة. يعني احنا نقول بالعامية نحاول نتبع بعضنا واجد، يعني وخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي الآن، يعني الكل يحاول يغطي حتى النقص اللي موجود في بعض الشخصيات يحاول أن يغطيه بالمظاهر. أصبح المظهر العام هو الأساسي لدينا، وبالتالي ننفق كل ما لدينا حتى نظهر طيب بمظهر عام جيد نراه بين أنفسنا بأنه هو العامل الأساسي الذي سوف ينمي شخصيتنا. فبالتالي هو موضوع الثقافة، هذا موضوع مهم جدا. ثقافة الاستهلاك هو الذي سوف يؤدي بشكل أو بآخر إلى وجود مدخرات بالإضافة إلى موضوع الدخل. طيب يعني عندما نتحدث مثلا على سبيل المثال يعني تقريبا ربع الإنتاج العالمي يعني هو يستهلك في بلدان الدول العربية. يعني احنا كدول عربية نستهلك تقريبا 25% مما ينتج في العالم. يعني احنا مجتمع استهلاكي وليس مجتمع انتاجي. عندما تربط ذلك وتحاول انك تبحث على الأسباب سوف تجد ان من اهم هذه الأسباب هي غياب الوعي وانخفاض المستوى التعليمي. يعني حتى العديد من الدراسات يعني بيّنت مع ارتفاع المستوى التعليمي تجد ان حجم المدخرات تزداد والعكس صحيح. طيب ومثل ما ذكرت لك أيضا هناك مجتمعات يعني هناك توجد بها نزعة استهلاكية كبيرة جدا. يعني نحن نتأثر بالآخرين بشكل كبير حتى في مناسباتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا. يعني نلاحظ أنفاق استهلاكي تفاخري، أنفاق استهلاكي بذخي، هذا بيأثر بشكل أو بآخر على حجم مدخراتنا. تسمع فينا سيد عبد الحميد؟ بس باختصار بكم انت ربطت الموضوع ببعضها ان كيف ان العالم العربي هو عالم استهلاكي الآن. وان الشيء هذا يرجع لمستوى التعليم، ومستوى التعليم في الدول المتقدمه فيها التعليم اقل استهلاكا. رغم الموضوع بيدخل بينا في بحور ثانيه من المعلومات. شكرا لك سيد عبد الحميد فضيل، ايضا استاذ، هو استاذ الاقتصاد بجامعه مصراته. اكيد كل التحيه ليك ومشكوره. اكيد حنستضيفوك في ثاني مواضيع ثانيه، حنتكلم اكثر في وقت اكثر ان شاء الله. اكيد نشكر محمد دكتور أكيد. عبد الحميد، ودائما هو عطيه بجزئيه كبيره للمراه، ولكن خلينا نبحر وما بيش نركز هلبا على الموضوع، خلينا نحكي فيه بعدين. خلينا هلبا بس بعدين يلا حنمشي في معلومه اليوم. معلومتك ومعنا خبر عن ميزه جديدة لتطبيق سكايب المخصص فقط للهواتف الذكية. نشوف التفاصيل مع بعض. ميزات ظهرت في تطبيق سكايب المخصص للهواتف الذكية، ومن أبرزها إتاحة لمستخدمي سكايب أندرويد ميزة مشاركة الشاشة على الأجهزة بشكل يظهر للمستخدم على شاشة هاتفه الذكي لجهة الاتصال التي يتواصل معها أثناء المكالمات. وللوصول لهذه الميزة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في سكايب والنقر على زر مشاركة الشاشة، ومن ثم الضغط على خيار إظهار الشاشة للجهة المتصلة حالياً فقط. وكان القائمون على تطبيق سكايب قد طرحوا سابقاً هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على الحواسب، وأوضحوا أنها ستسهل عليهم
مشاركة البيانات والتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وتقديم الدعم التقني والبرمجي لتلك الأجهزة. دائما محمد ممكن لما تكون مشغول، وبالاخص الناس اللي متغربه واللي تشتغل في سكايب، يا اما ترد يا اما توقف شغل. فحلو انك انت ترد وتكمل شغل بالزبط. او ترد على المكالمه وتكمل شن عندك من اشغال، في سواء كان في الهاتف او في الكمبيوتر. ايضا اعتدال عالم التكنولوجيا عالم واسع في وفي تطور دائما كل يوم مستمر. خبرنا الجاي عن طباعه ثلاثيه الابعاد وتعتبر من احدث الاجهزه، خلينا نشوفه بعدين نرشه. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي إحدى طرق التصنيع الحديثة، حيث يمكن تصنيع منتج ثلاثي الأبعاد مجسم وملموس من خلال تصميمه على الحاسوب، ومن ثم تصنيعه بالطابعة ثلاثية الأبعاد. تتم عملية الطباعة عن طريق رص طبقات الخام فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل الجسم المطلوب. يمكن طباعتها وتصنيع منتج معقد جداً وبخامات مختلفة، وتستخدم في مجالات عديدة منها الطيران والفضاء والهندسة والطب والبناء، التعليم والترفيه، مثل طباعة الطعام والإكسسوارات. عالم التكنولوجيا غريب جدا وفي تطور وفي تسارع، تسارع مخيف جدا. لو نشوفه احنا اعتدال، بعيدا على التخريج اللي كنا نسمعه فيه وطابعة ثلاثية الأبعاد وكيف أن تصنع شيء قدامك وكل بساطة، في خبر مر علي من أيام أن ممكن قريب حتى تخيلي الهاتف تسمع الصوت وتشمي حتى الريحة. مش عارف الموضوع شوية بعيد. طيب مش عارف، هو ما فيش كيف حاجة بعيدة، كيف حيكون أكيد الموضوع الله أعلم. بس مع ذلك ما أتيتم من العلم إلا قليلة، بس كيف حتوصل الريحة؟ الصوت فهمناه، بس الريحة كيف حتوصل؟ الله أعلم. طيب. بس ريحة أكل إكرام وصلت، وشيء طبيعي هذا وعقلاني حاجة. بس الهاتف الله أعلم، ممكن تكون ريحة الشوكولاتة يعني. لا بس برضو أنا مصرة على ثلاثية الأبعاد، إن إحنا حنشوفوا ثلاثية الأبعاد فيتامينز وكم في كالوري وكم في يعني كل شيء موضوع محسوب. تكنولوجيا اليوم في المطبخ إكرام. أكيد اعتدال ومحمد ومشاهدينا رحب بكم من جديد. خلينا نقول لكم شن حضرت أو كيف درت وصفتي على السريع، وبعدين نحكوا في التفاصيل اللي مفروض نحن نحكوا فيها. خذيت طبعا طاسه التمر، يا ريت نستخدمه، ما نستخدموش التمر اللي هو الدقله اللي يكون رطب هلبا، نستخدم نوع التمر اللي يكون جاف شويه، لان اللي يكون رطب مش حيخلي السناك متاعي متماسك كويس، لان انا مش حنضيف له ولا سوائل ولا اي حاجه. بس خذيت التمر، كميه التمر نحيت منها القلوب حطيتها في ست البيت، نرحوها كويس، بعدين نحولها ناخذ كميه مكسرات حوالي نص كوب. انا درت طبعا خليطين، المكس اللي محضراته واللي هو جاهز حنوريه لكم بعدين لان حياخد وقت في الثلاجه، درتها باللوز الخزايني، بس اللي حضرتها تو عليه الهواء درتها بالكاكاوية أو اللي هي الفول السوداني، نرحيه بالشكل هذا زي ما تشوف فيه ناعم هلبة، وبعدين نرد نحطهم مع بعض، يعني نحط التمر ونحط أي نوع المكسرات اللي رحيتها مع بعض في ست البيت أو المكسر متاعنا، نضيف شوية قرفة على حسب الرغبة. موضوع القرفة بس يا ريت، لأن القرفة لها فوائد كويسة وتعطيني نكهة حلوة. بعدين حناخدوا أي طاجين عندنا ونغلفوه بس بورق زبدة، نديروا طبقة العجينة اللي حضرناها اللي هي المكسرات والتمر بالشكل هدايا، وبعدين ناخذ كمية الشوكولاتة اللي حكينا عليها تقريبا 200 جرام، نوهت في المقادير انها هي تكون دارك، يعني ما تكون الشوكولاتة مخلطة بحليب، تقريبا نسبة الكاكاو فيها او كاكاو الخام تقريبا 60%. حنصبها عليها من فوق وحنزينها بشوية مكسرات وندخلها للتلاجة، حتاخذ مني في التلاجة حوالي ساعتين. وصفة اليوم من السناك الحلو جدا يعني وسهل، وبرضو اننا تستغنين اننا ناخذ الحاجات هذه موجودة من برا، يعني انها مش معروف كم فيها كالوري، مش معروف ان هي صح او لا. في نفس الوقت بما اني حكيت لكم عليك، خلينا شوية نحكوا عليه موضوع السناكشن. هو في هلبا ناس ما تعرفش اصلا وجبه سناكشن هي وجبه سناك، هي الحاجه اللي تتاخذ ما بين الوجبات الرئيسيه، يعني احنا اوريدي عندنا ثلاثه وجبات رئيسيه في اليوم، بس السناك اللي هي تكون عادي يعني ما عدا الوجبات الرئيسيه الثلاثه هذه هي تعتبر وجبه سناك، بالنسبه للناس اللي تبي تنقص وزن او بالنسبه للناس اللي تبي تحافظ على وزنها. هي مفروض ان احنا نخلو جسمنا طول الوقت عمليه الايض عندنا ناشطه، يعني ديما في اعلى مستوى لها، بحيث ان احنا مثلا ما ناخذش وجبه الفطور بعدين نقعد بعدها 5
6 ساعات ما ناكل شيء. هذا اكبر غلط اني نحرم جسمي ونقول انا دايره دايت مثلا ما بيش ناكل خلاص فطرت ما عادش نبي نتغدى. لا الموضوع مش هيك، الموضوع نحن نقسمه بس وجباتنا بحيث ان النورمال المفروض كل 3 ساعات او 4 ساعات ماكسيموم يعني اقصى حد ان احنا ناكل حاجه بعد الوجبه الرئيسيه. يعني مثلا احنا فطرنا الساعه 7 او 8 الصبح، بعدها ب 3 او 4 ساعات ناخذ وجبه سناك. يعني سناك عندنا نقدر نستخدمه او ناكله زي ما حضرنا اليوم البار هذا بتاع التمر، نقدر ناخذ كميه مكسرات بس ديما ننوه المكسرات تكون مكسرات نيه مش مكسرات طايبه وملحه، لان الطايبه والملحه ما فيهاش فايده نهائيا، يعني ما ناخذش فيها كدهون طبيعيه فحتسبب لي مشاكل. نقدر ناخذ مثلا كميه فواكه بس حصه فواكه بسيطه، يعني ما نقعدوش على الصينيه ونقول هذه وجبه سناك. لا طبعا ممكن تكون مثلا توزي البلوبري ولا عندنا الفراوله او الحاجات الصغيره، يعني حفنه من الايد. برضو المكسرات نفس الشيء على كفنا ما نكتروش منها بشكل كبير. انا حنحط شويه فول سوداني زي ما قلت لكم تكون محضرتها، واللي حنقدمها في الاخير حضرتها باللوز الخزيني مش بالفول السوداني، بس حبيت نبي نوريكم المكس يعني اي نوع مكسرات انتم تحبوه. بالنسبه لي وجبه السناك يعني ضروري جدا ان تكون مش اكثر من 200 سعره حراريه، وهي هنا الفكره. في ناس يقول لك لا انا كليت سناك، تقول له مثلا شنو هو السناك اللي كليته، فيقول لك مثلا نسمي لك حاجه وهي فيها 300 سعره حراريه او 250 سعره حراريه. للاسف هذه مش سناك، هي تعتبر وجبه رئيسيه. السناك ضروري ما تكون من 100 ل 150، تعتبر حتى 150 هلبه نقولوا من 100 وأقل تعتبر ممتازة جدا. فكرتها وأهمية وجبة السناك عندنا اللي هي تخلي لي عملية الأيض أو الهضم اللي عندي اوريدي ديما مرتفعة، يعني جسمنا ما يحسش بخمول، ما نحسش روحنا نحن تعبانين وفاشلين ومرهقين. فنحاول نحن ندخل الوجبة هذه لأنها مهمة جدا في الناس اللي حابة تنزل وزن والناس اللي حابة تحافظ على وزنها، وبرضو الناس اللي قاعدة ما فكرتش أن هي تنزل وزنها فتفكر الموضوع مش حرمان، بالعكس موضوع الدايت والموضوع الصحي فيه أكل هلبة. بس فكرة التقسيم، يعني في ناس مش عارفة تقسم وقتها، في ناس مش عارفة أن هي مثلا تنوض الصبح تشرب طاسة قهوة ولا طاسة مية وخلاص ما تاكل شيء. هذا أكبر غلط أنك تطلع من الحوش أو أنك تبدأ نشاطك ويومك بدون أنك انت ما تاكل ولا حاجه الصبح. هذا اكبر غلط لان احنا اوريدي جسمنا قاعد مش عارفه كم ساعه راقدين 6 أو 7 أو 8 ساعات من غير اي حاجه، فالجسم كله في حاله خمول. فكيف اني نحرك جسمي ونحس اني يومي يبدا، وكيف اني نحرق الدهون اللي مخزنه؟ احنا المشكله او الفكره هنا، يعني الفكره مش اني امس نوهت عليها الفكره هذه، الفكره مش اني ناكله نبي نحرقها، انا نبي نحرق الحاجه الزايده او الفات الداخلي الزايد عندنا، فنحن نعوضوا جسمنا او نعطوه الحاجات اللي يحتاجها بس في نفس الوقت احنا نقسموها بوقت مناسب، لأن المسؤول الرئيسي عليه موضوع الهضم هو عبارة عن الغدة الدرقية. الغدة الدرقية سبحان الله من عند ربي يعني عندها توقيت معين تشتغل فيه، يعني تقريبا من 5 أو 6 الصبح. لا عندنا 5 أو 6 أو نقولوا احنا للمغرب ماكسيموم. فنحاول نقسم وجباتنا من الصبح من الفجر إلى مثلا 6 أو المغرب، فنحاول نقسمها فجسمي ياخذ الفيتامينات والحاجات اللي أنا محتاجتها في نفس الوقت قاعدة نحرق في دهون. يعني أنا محرمتش روحي وقاعدة نحرق ونخسر في وزن زايد، وفي نفس الوقت أنا مش حارمة نفسي من شيء. فالفكرة هو موضوع ترتيب. طيب مش قصد الشوكولاته الموجوده، يعني احنا ممكن نزيدنا السعرات الحراريه ممكن نبغى نتخلصوا منها او لا ما زدناش. هو بار اليوم انا نستخدم يعني او السناك نتاع اليوم الفكره فينا نشجع عليه الناس اللي ماشيه للتمرين مثلا اوريدي ماشيه التمرين بس قبلها بساعتين او 3 المفروض ناكل حاجه سناك يعني وقبل ما نمشي للتمرين جرب باور هي قبل التمرين. ايوه الفكره ان السكريات اللي فيها سكريات طيب. طبيعيه برضو الكاكاو الخام حتى هو حاجه يعني كويسه وممتازه جدا تخلينا احنا نحسوا بانرجي. فالسناك اليوم انا ننصح به قبل التمرين مش بعد التمرين. بعد التمرين اوريدي حناخذ كميه بروتين طبعا بس بشكل سريع حندخلوها الثلاجه زي ما قلنا حوالي ساعتين. انا عندي اوريدي واحده جاهزه حنطلعها ونقصها ونشوفها اكيد بالشكل. لا هذا جميل جدا لان انا اكرام هي تحكي على الوزن واللي خاسر وزن حاب حيجي عندك ان شاء الله، يعني بالنسبه لنا حيجي عندك بس حنمشوا مع الرياضه قاعدين في الوزن والرياضه. عبد الرؤوف الرياني فقره الرياضه مع فيتامينز مساء الخير اكرام مره ثانيه مرحبتين. اليوم اكرام خش في ملعبنا بقوه يعني في ملعب الرياضه. على كل حال هو شيء جميل جدا صراحه، يعني
الفيتامين والأكل الصحي أو بالأحرى هو الأكل الرياضي يعني. طيب أنت يعني شوف هو إكرام كانت جدا عادلة، اللي حاب يخسر سعرات حرارية واللي حاب يزيد. طيب أنا حخليكم تحكوا في الرياضة لأني حاب نزيد سعرات حرارية وحاب نمشي لإكرام. خلينا واحد على واحد كويس. اثنين على واحد. اثنين على واحد. حخليكم أنستوا بعض أكيد. بس بنسألوكم راو في شيء يهمكم في أخبار الرياضة. طيب لا حنسألوك إحنا بعدين. بس أهم حاجة سعرات الحرارية بالنسبة لي تكون جاهزة. إكرام حتجاوبني على فكرة وأنت مش هتقدر يا. طيب هيا يلا بنشوف. أنا بنسرب لك معلومة، أنت قبل شيء عبد الرؤوف أنا قلت السناك التمر أموره طيبة ومفيد جدا صح؟ أكيد التمر يعني هو غذاء طبي وغذاء رياضي قبل لا يكون أي شيء آخر. الأمانة يعني نتابع في المنتخبات الرياضية والأندية من فترة طويلة، شوف فيه لابد من وجود وجبة فيها تمر خاصة في وجبة الإفطار الصباح. كويس. فوق كل هذا إن هي يعني فاكهة مباركة. كويس. يعني فيها بركة. كويس. أنا المعلومة اللي بنسربها لك أن ده في فوق سناك تمر في شوكولاتة، فما ننصحكش تأخذ من وجبة اليوم وخليني حصتك. إشجعني عادي. أسلاف الأولين يقولوا شوكولاتتنا زمان هي التمر. يلا حلو. بالتأكيد العولمة العصر الجديد بالتأكيد في مدخلات جديدة بالتأكيد. يلا. شرايك خلينا نمشي الأخبار. نمشي الرياضة على طول. تمام. من سناك للرياضة. أكيد. أخبار الرياضة اليوم محمد ومشاهدينا الكرام يعني بالتأكيد في أخبارنا المحلية أكد بشير القنطري رئيس هيئة الشباب والرياضة أكد لقناة سلام عبر اتصال هاتفي بالتأكيد أن الهيئة طبعا ستشرع في الأيام القليلة القادمة في الخطة الثانية والمرحلة الثانية من خطتها لإعادة بناء وصيانة البنى التحتية الرياضية سواء كان للأندية أو للمنشآت الرياضية والمنشآت الشبابية في طرابلس وفي مختلف المدن الليبية رغم كل الظروف الصعبة اللي نعرفها واللي يعرفها الكل القاسي والداني. بالتأكيد القنطري محمد رئيس هيئة شباب الرياضة صراحة كان الله في عونه يعني وكان الله في عون الجميع، لكن هو الآن مطلوب منه أنه هو يباشر المرحلة الثانية. الهيئة تعاقدت مع شركات الفترة الماضية وفعلا شرعت في العمل، صينت ملعب طرابلس الدولي، صينت ملعب علي زجوزي اللي هو الملعب الجانبي، بعض الملاعب الأخرى. الآن هو يعمل بمجهود مضاعف على إعادة صيانة وتطوير البنى التحتية في الأندية، وهذا بالتأكيد حيثقل كاهلة وكاهل المسؤولين في هيئة شباب الرياضة كلهم. ومطلوب منه أيضا أنه هو يوزع الدعم المالي بعدل تام على كل الأندية. للأمانة طيب. احنا نشكرهم أيضا حتى على اللفتة الطيبة اللي قاموا بها في شهر رمضان المبارك. الصور أمامنا ممكن واضحة. أكيد. الهيئة العامة للشباب والرياضة وزعت الهدايا وال حلو. رعت حلو. كل البرامج طيب. الرياضية الرمضانية. نشوف الخبر الثاني على الرؤوف. نمشوا لخبر آخر وهو اللي هو تعقد اللجنة التسييرية لاتحاد كرة القدم المصغرة غدا الاثنين اجتماع مهم جدا لمناقشة آلية استكمال منافسات مسابقتي الدوري والكاس. طبعا كرة القدم المصغرة لعبة محبوبة زيها زي كرة القدم الكلاسيكية ولعبة كرة القدم الخماسية. من المنتظر أن يناقش هذا الاجتماع اللي سيعقد بمقر الاتحاد في العاصمة طرابلس كيفية استكمال باقي مسابقتي الدوري والكاس للموسم الرياضي الحالي اللي هو 2018-2019 بالإضافة إلى مناقشة مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم اللي ستحتضنها مدينة بيرث الأسترالية وكأس أمم إفريقيا اللي حيكون في نيجيريا. نمشي الخبر الأخير عبد الرؤوف تنظيم بطولة إفريقيا. الخبر الأخير الخمر الاخير أيه. اللي هو يخص كرام واعتدال. لا ما قبل هذيك الخبر الاخير بس انت قبل الخبر الاخير مني بالضبط انا مش نعطيك اخر خبر اعطينا الاخر خبر الاخير يهم اعتدال واكرام اللي هو كاس العالم للسيدات منتخب حلو. البرازيل سيدات البرازيل تفوقنا على نظرائهن في منتخب جامايكا بثلاثية. ما نعرفش كرام تعرف اللي سجلت الاهداف ولا لا للمنتخب البرازيلي؟ والله تقريبا اسمها كبيرة في السن هي شوية. أنا متفكرات أن هي تقريبا ثلاثة واحد صحيح. وثلاثة شيء حاجة زي هيك اسمها كريستيانا أو صحيح. حاجة زي هيك مش متفكرة بالضبط متتبع. بس موضوع لا الموضوع مر في السوشيال ميديا بس مش أكتر يعني. لا بس حلو يعني أنك أنت مررت الكورة لينا على الرغم من انشغالنا
لا أنتوا دائما ما شاء الله عليكم يعني ديما حاضرين. على كل حال كأس العالم للسيدات محمد باختصار زي ما قالت أنا بصراحة نسمع به ونعروف كأس العالم للسيدات بس بصفة عامة يعني كرة القدم عند السيدات بس ما متفرجش عليها بس كيف الوضع نحسيه يجروا جروط بعضهم ممكن حرجنا بعضهم مش بعيد مش بعيد جدا على كأس العالم للرجال لا يقل أهمية يعني اليوم اللاعبة البرازيلية كريستيان اللي قالت لنا عليها إكرام سجلت هاتريك يعني. سجلت هاتريك هو الأول للمنتخب البرازيلي النسوي منذ أكثر من 10 سنوات هذه طبعا سابقة تاريخية لها كلاعبة بعد الأسطورة ماتا في المنتخب البرازيلي. على كل حال البرازيل الآن وسيدات البرازيل ينافسنا سيدات إيطاليا على صدارة المجموعة في كأس العالم. جميل شكرا لك عبد الرؤوف. نمشوا لاعتدال وش نحل المطبخ عندك اعتدال أنت وش جدا بصراحة اعتدال كملت مع الشوكولاتة خلاص يعني هنيت على كل شيء. أكيد نشكر عبد الرؤوف أنت مش ضيفنا منه وفينا أكيد أكيد أنت ديما إنسانة رياضية يعني هذا أكثر حاجة نفرح بها. طيب أكيد إكرام سلمي دياتك على الله يسلمك وجبة أنت دكتي فأنا بالنسبة لي طبعا انت من غير استثناء يعني في حيازية شوية لإكرام فكل شيء حلو اكيد سلمي دياتك الله يسلمك اعتداد حنقول قداش في كالوري صحة صراحة دائما احنا قلنا نوهنا بكري ان السناك او البار هدايا الحجم زي ما تشوفوا فيه طبعا تقريبا حوالي زوز سانتي تقريبا ماكسيموم برضو ارتفاع نفس الشيء ما يكونش هلبة تقريبا حتكون من 100 ل 150 كالوري يعني ما تكونش اكثر من هيك هي اصلا اوريدي السناك مفروض تكون هيك يعني 100 ل 150 اقل من ال 200 سعره حراريه بس ما ننصحكمش انكم تقعدوا تحسبوا في السعرات الحراريه حتتعبوا هلبة. طيب اكيد شكرا لك اكرام وسلمي دياتك ومحمد اكيد حنشكره مشاهدينا على مشاهدتهم لحلقتنا اليوم وحنلتقي غدا باذن الله ولكن حنوهوا انه لتواصل للسوشيال ميديا نعم. اكيد تقدروا تعلقوا على صفحتنا على الانستغرام تويتر فيس تعطوا ارائكم تعليقاتكم مواضيع حابين تنطرح بصفه أكيد. عامه في القناه ايضا نعم. غدوه حنتكلم على التعليم في فقره منا وفينا اعتدال مشاهدينا الى لقاء غدوه ان شاء الله من ميعاد سلام في تصبحوا على خير في امان الله.